إذا كانت تلك المبادئ والمقاربات مهمة، فإن الأهم منها هو كيف يمكن أن يكون القانون أداة لضمان كرامة المحامي ومكانته في المجتمع، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توسيع مجال اشتغال المحامي وجعله المدخل الوحيد ليس للولوج إلى العدالة الذي كفت المنظومة الحقوقية عن الحديث عنه منذ سنوات، بل الولوج المستدير إلى العدالة الذي يتضمن الغاية من الولوج وهي الوصول إلى الحق وليس مجرد التقاطع. ولا شك أن ذلك لا يتم إلا عن طريق المحامي، بل والمحامي المتخصص في المستقبل القريب، وهذا إن كان يضمن للمحامين مجالات اشتغال واسعة ويمكن المحاماة من استيعاب أفواج متوالية من الخريجين دون مشاكل، فإنه من جهة أخرى يساهم في أداء القضاء لرسالته في إعطاء الحقوق لأصحابها بأحكام جيدة، وإنه لا يتصور للحكم جودة دون محام حر مستقل ذو تكوين علمي ومهني قوي. أيتها السيدات أيها السادة، إن ضيق المجال والمناخ الذي يمارس فيه المحامون اليوم يخلق احتقانا مستمرا يظهر في لحظات ومحطات هنا وهناك، وإن بعض التيارات لا تخفي نيتها في جعل هذا الاحتقان وقودا لحركيتها ذات أبعاد أخرى وغير مهنية، وإن من شأن التخفيف إن لم نقل القضاء على أسباب هذا الاحتقان أن يضع حدا لكل النوازع غير المهنية حتى تظل مهنة المحاماة حرة مستقلة مساهمة في إحقاق الحق. وإننا كقطاع للمحامين الاتحاديين إذ نطرح اليوم تحديث قانون المهنة لا ننطلق من فراغ، بل هو عمل مستمر لقطاع ضم أجيالا من خيرة أبناء هذه المهنة وروادها، ما خلا قطاع في المغرب ولا سلطة من السلطات الثلاث في البلاد من مساهمتهم فيه منذ استقلال المغرب إلى اليوم. وإن تبنينا للتحديد في قطاع العدالة هو الذي يجعلنا اليوم نتفاعل بكثير من التقدير للأفكار التي يعلن عنها السيد وزير العدل، خاصة تلك المتعلقة بتحديث القانون الجنائي في موضوع الحريات الفردية والعقوبات البديلة أو تعديل مضمونات الأسرة وغيرها. ولذلك فإن أملنا أن تسود هذه الروح بشكل قوي فيما ينتظر من تعديل في قانون المهنة. وفي الختام أود أن أشكر الإخوة في فريق الاشتراك في مجلس المستشارين على توفير الشروط المناسبة لهذه اللواء، فلهم جزيل الشكر والسلام.